السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بو جينا نحكوا على المباراه تاع اليوم، وثاني راح نحكوا وقالوا لي حكي لنا على محرز، ما خليتها باش ندخلها في هذا الفيديو. حماد عبد اللي كما شفتوا في العنوان قدم مباراه كبيره، من لالي ثاني قدم مباراه كبيره الله يبارك. عندنا ثاني كايت نوري اللي يلعب اليوم، عندنا ابراهيم مازا ثاني اللي يلعب اليوم. هذه المباريات كاع شفتهم على كل حال. وخوتي على بالك من داك يقولوا لي هضرنا على اللاعب فلاني، هضرنا على اللاعب فلاني ولاعبين الفلانيين، ديجا ما راهمش في المنتخب عبك، بل ديجا اللي راهم في المنتخب باش نتبع المباريات تاعهم كامل باش نجي نهضر عليهم، نزيد نروح نتبع لاعبين اللي ما راهمش في يعني في المنتخب. يعني شيء صعيب، يعني ماشي زعما من الناس بار اكزومبل اللي حتى يخلصوا لي ماتش تروح تشوف الاحصائيات. يا اخي على بالكم ندير لكم الروابط ونتبع كاع لي ماتش، تجيني صعيبه كيما اليوم بار اكزومبل راني تبعت ثلاث مباريات، يعني واش نزيد نتبع اكثر من هكذا؟ يعني الله غالب خوتي، راني وحدي ما رانيش قناه تلفزيونيه، ما نقدرش نتبع كلش، ما نقدرش نشوف مباريات يعني 10 مباريات او 7 مباريات في النهار. يعني نشوف اللي نقدر عليه، واهم المباريات اللي تكون كيما نقولوا بارزه اللي نشوفها. هذا ما كان الله غالب يا خوتي، ما والله باك نحس من داك يقولوا لي هضر على فلان، نحس باللي شغل راني كيما نقولوا راني ما رانيش نقوم كيما نقولوا بالخدمه تاعي، يعني نحس باللي راني مقصر اتجاهكم. ولكن الله غالب ما تلومنيش، ديجا كي نشوف ثلاث مباريات في النهار بزاف. على كل حال باش ما نطولش الفيديو، نبداو على وليدنا ايت النوري اللي لعبوا اليوم ضد ساوثهامبتون، واول مباراه يفوزوها في الدوري هذا الموسم. على بالكم ما ربحوا حتى مباراه، يعني هذه الدوره ال11 الله اعلم، تسمى مباراه ال11 هذه، يعني مباراه 11 هذه هي المباراه الاولى اللي ربحوها اليوم وليدنا ايت النوري. نعطي لكم التنقيط تاعو، دوك نتكلم في واحد الموضوع ثاني اليوم. وليدنا ايت النوري دا التنقيط سبعه، التنقيط سبعه، وهاي لك المنطقه الحراريه تاعو تهضر على واش اللي شاف المباراه بلا ما يشوف المنطقه الحراريه يقول، وكي يزيد يشوف المنطقه الحراريه يتاكد الدور اللي قام به اليوم ايت نوري. ايت نوري اليوم ما كانش بزاف هجوميا، لارو ماركيتو اليوم ما طلعش بزاف هجوميا، وهذا امر من المدرب باينه، يعني رامي خسروا، كانوا حابين يجيبوا المباراة، فكانوا يلعبوا بزاف بزاف دفاعيين على المرتدات. وشفتوا اليوم وليدنا ايت النوري ما طلعش بزاف، كان يلعب كان يقوم بادوار دفاعيه، وكما راكم تشوفوا لهنا يعني المنطقه الحراريه الكبيره كاع اللي راهي دفاعيه. حتى دار تبديلات الله اعلم في الشوط الثاني، المدرب دار زوج تبديلات، غير زوج مهاجمين لتما باش ولا ايت النوري يهبط. ودار راني درتها لكم في الانستغرام لقطات وكذا، راني نديرهم كاع في الانستغرام في ستوري اغلب شيء، لان من داك كي نديرها في الانستغرام رامي بلوكيهم لي، راني ندير اغلب راني نديرهم في ستوري. راوغ واحد المراوغ وقدم واحد التمريره الزميل تاعو ما لحقش بها نهائيا، كانت قادره تكون هدف، وكان قادر ايت النوري اليوم يخرج بتمريره حاسمه. ايت النوري اليوم قدم اداء دفاعي اكثر منه هجومي، هو يحب يلعب هجومي على كل حال، ولكن عنده طبيعه انه يشد البالون بزاف، يفكرني بياسين ابراهيمي. هذه نحيها خاطش هذه تصمت، هذه تصمت المشاهد ويصمت على بالنا باللي تعرف تدريب لي يدرب لي، وقت ما تحب تدريب لي ووقت اللي لازم تمد تمد، يعني ماشي يعني صحابك يجروا معاك وانت حاكم بالون ومن بعد الرون بوان الدور. المهم راني تكلمت في هذا الموضوع. نجو لوليدنا مازا اليوم خسروا 3-1 على كل حال، لعبوا ضد دارمشتاد خسروا 3-1. وليدنا مازا اليوم ضد التنقيط تاعو 6.8، قدم مباراة مليحة ما نكذبش عليكم. وجيت على جل علىها حبيت نهضر لكم عليها على كل حال، هاي لك المنطقة الحرارية تاعو، قدم مباراة مقبولة بزاف. المعلق اللي كان يعلق بالك لي راني درت لكم الرابط كان بالألمانية، قال لك شنك تسوزين مازا فان اي شبيلت، يعني قال لك من الجميل ان تشاهد مازا هو يلعب يعني الكره، يعني فرحت هذاك الكلام اللي قالوا الالماني، فرحت. اللي ما فهمش الالمانيه بالك ما يفهمهاش، بصح اللي يسمع اللي يفهم الالمانيه تحس باللي كيما قال لك زعما جميل جدا انك تشوف مازا يلعب وبدا يشكر فيه، قال لك في عمره 18 سنه وكذا. هذه يعني جيت نقسمها مع خاوتي على كل حال، صافي بليزير كاع ولادنا. عندنا باريس سان جيرمان اليوم راهم ربحوا كره ولحياتي الماتش، كرهتو سوتو بريمي ميتو اربعه، سجلوا لهم اربعه. على كل حال من بعد اونجي عاودوا داروا في النتيجه. نعطي لكم التنقيط على كل حال تاع ولادنا وتاع واسمو تاع عبد اللي، وكاين ثاني كارس بالقبله، وكاين ملالي ثاني ملالي اللي طلع من بارادو على كل حال، راهو يلعب مع اونجي على بالكم في عمره 27 سنه.
على كل حال راه يلعب كما يقولوا الجناح الجناح الايسر، الجناح الايسر يلعب تقريبا جناح الايسر ويلعب الجناح الايسر. التنقيط كما راكم تشوفوا لهنايا هارس بالقبله دا التنقيط تاعو 6.7 6.7 ضد باريس سان جيرمان يا خوتي، كانوا مسيطرين على الكره واش راح تشد واش راح تخلي، قدم مباراه مقبوله. على كل حال الهجوم تاع باريس سان جيرمان الله غالب، عندك فريد من لالي دا التنقيط الله يبارك 7.9، واللي شاف المباراه شاف باللي كان مهبلهم هو اللي كان مزعج كثيرا باريس سان جيرمان. واحد اللقطه انطلق بها قريب جاب بيناتي، انطلق بها من نص الملعب وهو يجري يراوغهم كاع، الحق حتى قريب ال 18 طيحوه باش كيما نقولوا باش حبسوه طيحوه يا خوتي. قدم مباراه مليحه عجبني اليوم، كان حايب يدير حاجه، حسيته باللي كان حايب سورتو ضد باريس سان جيرمان كان حايب يثبت نفسه، يعني كان حايب يجذب الانظار، وهذا هو مليح في اللعب. اللعب مليح كي يكون مباراة ماشي غير مباراة، يعني مليح اللاعب في كل المباريات ماشي غير باريزون ضد باريس سان جيرمان، في كل المباريات مليح انه اللاعب يحب يجذب الانظار، يعني يدير مجهود زيادة باش يجذب الانظار، وهذه اللي تجذب الانظار ماشي غير تجذب انظار الجماهير، تجذب انظار الجماهير، تجذب انظار الصحافة، تجذب انظار المحللين، لان المحللين تاع القنوات العالمية اللي راهم يتبعوا في المباراة سواء الانجليزية سواء الفرنسية سواء كذا راهم يتبعوا في المباراة، بعد يحللوا على المباراة، انت كي تجذب انظارهم يولوا يهضروا عليك وتولي ضجة اعلامية عليك، وهذا شيء مليح، هذا لازم اي لاعب يديره، ماشي يلعب بكل بساطة، لاعب باش يحب يطرطق ويبان ويروح بعيد لازم يحاول في كل مباراة انه يجذب الانظار، كما آية النوري حاول يجذب الانظار بصح آية النوري زاد عليها بزاف كما ياسين ابراهيمي، وهذه تولي له بالسلبي تاع تشد بالون بزاف. على كل حال قدم مباراة كبيرة من لالي بكل صراحة ما نكذبش عليكم. عندك عبد اللي حماد عبد اللي اللي راهو في القائمة تاع المنتخب الوطني الجزائري قدم مباراة رائعة، هو اللي كما نقولوا قلص النتيجة بتمريرة حاسمة من الجهة اليسرى كأنه جناح، من الجهة اليسرى مد عرضية من أروع ما يكون، حطا لهم ماركاو البيت ومن بعد زادوا البيت الدوزيام، يعني هو اللي جاب الهدف الاول بتمريره حاسمه تاعو، دم التنقيط تاعو 7.2. كابيتان ديكيت في عمره 24 سنه مازال صغير، ماشي صغير بمعنى انه صغير لهذاك تاع صغير نور، انا نقولوا يعني ماشي لاعب تاع كي يجيك المنتخب ماشي لاعب باريزون تاع 30 سنة يلعب لك عامين 24 سنة، واش حابين نقولوا كي نقولوا مازال صغير يعني مازال يزيد يقدم لك حتى يولي في عمره 32 سنة، 7 سنين في المنتخب الوطني الجزائري، ولكن المشكل تاعو لاعب رائع، المشكل تاع البوست تاعو هذا هو، يعني باش نتفاهموا انه عبد اللي ما راهش يلعب بلاص زروقي، لان كاين بزاف اللي راهم يفكروا باللي عبد اللي يلعب بلاص زروقي، حتى زروقي ماشي البوست تاعو اللي راهو يلعب فيه، لاعب استرجاع. سونتينيل ما راهوش لاعب تاع الزروقي وما راهوش لاعب تاع عبد اللي وما راهوش لاعب تاع بوداوي، ما راهوش هو لاعب تاع بن ناصر هو الوحيد اللي يقدر يستطيع، وقديوره اللي كان قديوره 100% اللعب تاعو، وبن ناصر 100% اللعب تاعو، ولكن بن ناصر عنده المهارات باش يتقدم، قديوره ما عندوش المهارات، بن ناصر عنده المهارات باش يتقدم، عنده مهارات باش يراوغ، عنده مهارات ما تقدرش تنحي له الكره يا اخي. شفت بن ناصر كي كان في 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 كيما نقولوا في اوجه العطاء تاعو سنوات الاخير قبل ما تجي له هذيك البليسير، كيحكم كره يدوروا به ثلاثه يخرج ما تديهالوش، يعني بن ناصر يلعب استرجاع يعني راسبيراتور بن ناصر، اما زروقي راهم محتمين عليه هذاك البوست، زروقي كي كان مع النادي تاعو كان يلعب متقدم يتيري ويماركي يدخل للوسط يدخل للديزويت، اما باش تجيب تحطو سونتينيل عبد اللي جابو بالماضي على جال كيما نقولوا الكور تاعو الله يبارك، كي تشوفو تشوف في تشوفو يبان لك في عمر واحد 28 في 24 سنه يا خوتي، والله العظيم عبد اللي فعبد اللي لاعب ستيل تاعو تاع حسام عوار، ستيل تاعو تاع هشام بوداوي، لاعب شتو هشام بوداوي كيفاش يلعب مع انيس، يعني يتقدم ويسجل ويسترجع كرات، ولكن ماشي خدمته يبقى ويسترجع الكرات، راكم شايفين يسترجع كرات يتقدم، عنده هذيك النزعه الهجوميه، هذا وسط ميدان هجومي، يعني علاه انا لمت بالماضي كي عيط له عاود نحاه، لا تشوف عيط له لعبوا مباراه من بعد عاود رجعوا، هو بالماضي ما جابوش باش يديروا كيما نقولوا في اللعبه تاعو، جابوا قال لك هذا خشين شويه كذا منا بالك ينجح لي، زروقي ما راهوش ناجح 100% بالك ينجح لي كيما كان قديورا، جابو شاف باللي ما ماشي ما يخرجش عليه هذاك البوست، ما زادش عيط له، حنا لمناه على كل حال علاش ما زادش عيط له، بصح كي تجي تشوف انت الواقع
بالك نعطوا له فرص يقدر يولي هذاك البوست، بصح ما شكيتش على كل، يعني مهاري، لاعب مهاري، لاعب مهاري، يتقدم ميتيري من التمريرات حاسمه، يتحرك الجهه اليمنى الجهه اليسرى. فالمشكل تاعو هنايا عندك، عندك مازا يلعب هذاك الدور، عندك ماز، عندك واسمو، عندك شكون تانيك، عندك بوداوي، عندك حسام عوار، عندك عدة لاعبين يعني وسط الميدان هجومي. عندنا اللهنة عندنا 4 5 6 7 اسك الاتحادية، كي التبليسة بوداوي والتبليسة راه، وقال بيتكوفيتش تكلم على وسط الميدان قال لك انا مغايبين لي 4، يعني عبد اللي انا نضم باللي ممكن يجيبوا هذا الطربوس، واذا طرا عوار والاخر ما يعاودش يجيبوها. وليك المشكل، المشكل تاع عبد اللي انه في البوست تاعو كاين لاعبين ديجا راهم لعبوا بزاف مع المنتخب ويلعبوا في هذاك الدور ويقوموا بالدور تاعهم كما ينبغي. حسام عوار وسط ميدان رائع، بوداوي وسط ميدان رائع، تما لو كان نزيدو نجيبوا عبد اللي ما راحش نلعبوه في بلاصه الروقي. المشكل واش نحو بوداوي؟ بوداوي الناس كاع راه يشكروا فيه، تنحي عوار ما تعيطش تعيط له القائمه، او تنحي بوداوي ما تعيطش تعيط له القائمه. عبد اللي مليح، انا ماذا بيا وطلبنا باش يكون في المنتخب، ولكن الانسان لازم يفكر البوست تاعو فيه عدة لاعبين، راك شايف فيه عدة لاعبين، ما على باليش اللي انا مليح تكون المنافسة. هذا ما كان اذا هو يطير هاد المباراتين يجيبه هو يطير ويقدم اداء من اروع ما يكون، حسام عوار يشد الدكة نورمال. انا اللي يهمني، يهمني المنتخب واللاعب اللي يكون في المنتخب يقدم الاداء. هذه حاجة واقعية، بصح ديروها في الحسبان انه عبد اللي يلعب لعب تاع حسام عوار. هذا ما كان وسط ميدان هجومي، يعني ما تكلوش باللي بلاصه الرقي، هذه نحو مراسكم. وسط ميدان هجومي، راني قلت لكم عندنا عده لاعبين، هكذا ولا لا؟ لا نجيو لرياض محرز. رياض محرز يا خوتي بلا ما نطول عليكم الفيديو، داها رجل المباراه البارح، هاوليك عبد اللي التحركات تاعو على كل حال. هذه ضد باريس سان جيرمان، وراكم تشوفوا يعني ضد باريس سان جيرمان كان بزاف في الوسط، لان كانت مستحوذه باريس سان جيرمان، بصح كي تشوفوا يلعب مع باريس في انديه خفيفه ولا تلقاه بزاف هجوميا. نجيو لرياض محرز يا خوتي، رياض محرز يا خوتي داها رجل المباراه، لعب داها رجل المباراه البارح. هاي لك المنطقه الحراريه تاعو 8.3 من التمريره حاسمه، وهذه عوده رياض محرز شفناه في المباراه اللي قبل هذه، سجل 2 اهداف اليوم زاد من التمريره حاسمه. واللي شاف المباراه تاع البارح يحس بحاجه اللي تغيرت في رياض محرز، واش هي تغيرت؟ ولا عنده الكوراج، ولا يصدم 2 3 يصدم باش يراوغ، ما يرجعش الكره للور. كاين اللي عقب لهم، وكاين كيما نقولوا عقب الاول دوزيام حبسوه في التروازيام، ولكن تحس عنده هذيك الاراده رياض محرز، ولا اغريسيف، ولا اللعب تاعه راح يولي، نتمنى يزيد يولي اللعب تاعه، لان خلاص احصائيه تروي مدلك. الماتش اللي فات مركز زوج ليبيت، الماتش هذا مد التمريره حاسمه، يعني بدا رياض محرز يعود كيما نقولوا للمستوى تاعو من ناحيه كيما نقولوا الاحصائيات، وزيد حتى في طريقه اللعب تاعو. رانا شفنا رياض محرز كيفاش ولا يهاجم، ولا يدخل، ولا يراوغ، ولا يحاول، وهذيك المحاوله تعاود ترجع له الثقه. يقدر يغلط ينحوها له وكذا، ولكن كيما نقول لك تشوفوا حاول 2 خطره 3 شفنا اللمحات تاع رياض محرز اللي نعرفوه. المباراه تاع البارح شفنا اللمحات بزاف تاع رياض محرز اللي نعرفوه، ونتمنوا له ان شاء الله يفطن لي اللاعب هذا لو كان يولي المستوى تاعو يولي يقدم في المنتخب الوطني الجزائري تسحقوا مليار بالمئة. هذا واش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو خوتي، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.